أعزائي طلبة وطلبات الثانوية العامة، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أستاذ على الهواء. طبعا إحنا عملنا ريفيجن قبل كده على كل الفروع الكاملة، الألجبرا والسوليد والكالكولس والستاتكس والدينامكس، وإن شاء الله هنعيد ريفيجن تاني النهاردة، نبدأ تاني بالألجبرا ونمشي بنفس الترتيب إن شاء الله. تعالوا كده نبدأ مع بعض نشوف أول سؤال عندنا هيكون إيه. أول سؤال عندنا طبعا برضو بترتيب المنهج زي ما احنا ماشيين عن البرميتيشنز والكومبينيشنز والفاكتوريال طبعا. طيب السؤال الأول بيقول لي find the value of n if n plus 1 c n minus 1 equal 66. طبعا احنا عارفين ان احنا دايما لما بيكون عندنا permutations او combinations وفي واحد من التو unknowns دولت معروف، واحد معروف واحد مجهول، فممكن بالتجربة عن طريق الكالكوليتر نقدر نوصل لايه للنمبر اللي هو المجهول. لكن لما يكون عندي الاثنين مجهولين فهنا بضطر ان استخدم الرول. طب ما تيجي نفتكر مع بعض الرول بتقول ايه. الرول بتقول لي ان بي ار ايكوال فاكتوريال ان اوفر فاكتوريال ان ماينس ار، او بمعنى اصح فاكتوريال اللي فوق على فاكتوريال اللي فوق ماينس اللي تحت، تمام. لكن السؤال عندي هنا كومبينيشن، ما دام السؤال كومبينيشن هنستخدم رول الكومبينيشن اللي هي بتقول ان سي ار ايكوال فاكتوريال اللي فوق اوفر فاكتوريال اللي تحت تايمز فاكتوريال اللي فوق ماينس اللي تحت، فاكتوريال ان اوفر فاكتوريال ار فاكتوريال ان ماينس ار. طبعا عندي اللي فوق هنا اسمه ان بلس 1، تمام، والمساله بتقول لي ان بلس 1 سي ان ماينس 1 ايكوال 66. طيب يبقى فاكتوريال اللي فوق اللي هو فاكتوريال ان بلس 1 اوفر فاكتوريال اللي تحت اللي هو فاكتوريال ان ماينس 1 تايمز فاكتوريال الاثنين ماينس بعض. طب هو ان بلس 1 لما تتعمل ماينس ان ماينس 1 الان بتروح مع الان، الان بتروح مع الان يبقى لي ماينس 1 ماينس ماينس 1 يعني 2، يبقى فاكتوريال ان بلس 1 اوفر فاكتوريال ان ماينس 1 معاها تحت في فاكتوريال كمان 2 ايكوال كام؟ 66. طب انا عندي كام انون؟ هو الان بس الانون، بس انا عندي فاكتوريال فوق و2 فاكتوريال تحت، في منهم واحد اقدر اجيبه بسهوله اللي هو فاكتوريال 2 اللي هو ايكوال 2، تمام. طب اللي فوق؟ اللي فوق اكبر من اللي تحت، واحنا قلنا قبل كده في الفاكتوريال لما يكون الفاكتوريال اكبر من الفاكتوريال بنمسك الكبير ونقعد نصغره لغايه ما نوصل للصغير. ازاي؟ بنطلع من جوه الفاكتوريال براكتس لغايه ما نوصل للان ماينس 1. فانا اللي هعمله بالظبط ان انا هطلع ان بلس 1 بره، وهطلع كمان ان بالترتيب ان بلس 1 في ان في فاكتوريال ان ماينس 1 تحت في فاكتوريال 2 اللي هي 2 تايمز فاكتوريال ان ماينس 1 ايكوال 66. طيب نقدر دلوقتي نسمبليفاي ان ماينس 1 مع ان ماينس 1، فيبقى لي n بلس 1 في n عفوا اوفر 2 ايكوال 66. طبعا اقدر افك البراكت تايمز 2 طبعا. طيب n في n بلس 1 ايكوال 66 تايمز 2، نفك البراكت يبقى n باور 2 بلس n ماينس 132 ايكوال 0. دي كواتريتيك ايكويشن بتعمل لها فاكتورايزيشن، تمام، اللي هو هيكون n ماينس 11 في n بلس 12 طبعا باستخدام الكالكوليتر ايكوال زيرو، او بدور على تو نمبرز تايمز بعض 132 بلس وماينس بعض الان 1. يطلع الان يا اما ب 11 يا اما الان بنيجاتيف 12، وطبعا النيجاتيف ريفيوزد سواء في البرميتيشن او في الكومبينيشن او في الفاكتوريال، فيبقى الفاينل انسر ان ايكوال 11. ده كان سؤال على الكومبينيشن. طب تعالوا نشوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لي if 2n plus 1 p n minus 1، طبعا ده سؤال على البرميتيشنز 2 يعني ريشيو 2n minus 1 pn equal 3 to 5. طب انا ما عنديش ريشيو رول للبرميتيشنز، لكن عندي ان انا اقدر استخدم الرول اللي باكسباند بيها او بفك بيها البرميتيشنز اللي هي ايه؟ تعالى افتكر معايا. ده السؤال، حولت بس الريشيو 2 لاوفر. طيب 2n plus 1 pn minus 1 ريشيو 2 2n minus 1 pn. طيب عندي رول بتقول لي ان ان بي ار ايكوال فاكتوريال اللي فوق على فاكتوريال اللي فوق ماينس اللي تحت. جميل، هتعامل مع ده الاول. اول واحد هفكه عادي، هقول فاكتوريال اللي فوق اللي هو فاكتوريال 2 ان بلس 1 اوفر فاكتوريال اللي فوق ماينس اللي تحت بالراحه كده 2 ان بلس 1 ماينس اللي تحت اللي هو ماينس ان ماينس ماينس 1 اللي هو بلس 1. طيب الديفايد بقلبها تايمز، يبقى هقلب الريشيو دي لتايمز، والبرميتيشن اللي بعديه هكتبه بس بالمقلوب من تحت لفوق على اساس ان قلبت الديفايد تايمز، فبقلب اللي بعد الديفايد لفراكشن اللي هو الريسيبريكال. طيب اللي تحت هيبقى فاكتوريال اللي فوق اللي هو 2n ماينس 1
واللي فوق هيكون اللي فوق ماينس اللي تحت في الفاكتوريال اللي هو 2n ماينس 1 ماينس n. تعال نسمبليفاي مع بعض. لو عملنا سمبليفاي هيبقى اللي فوق زي ما هو ما فيهوش سمبليفاي، اللي تحت بقى تلاقي ان 2n ماينس n بn، وهتلاقي 1 بلس 1 ب 2 تايمز اللي فوق 2n ماينس n بn والماينس 1 موجوده، واللي تحت 2n ماينس 1 زي ما هي. لو لقيت ان في 2 فاكتوريال يتشالوا مع بعض يتشالوا مع بعض، لكن مفيش للاسف، لكن اقدر اوصل من اللي فوق للي تحت او العكس. يعني انا عندي 2n بلس 1 وعندي تحت 2n ماينس 1، طبعا 2n بلس 1 اكبر، نقدر نخرج منها 2n بلس 1 بره ونخرج كمان 2n بره، فيتبقى لي جوه 2n ماينس 1 زي ما احنا متعودين. تحت بقى عندي 2n بلس 2 تحت وعندي n ماينس 1 فوق. لو انا عندي اللي تحت هو اللي هو اكبر، فهاخد ال n بلس 2 بره كومن، يعني هطلع n بلس 2 وهطلع كمان n وهطلع كمان n بلس 1، فهيبقى لي فاكتوريال n ماينس 1. كده بقى عندي 2 فاكتوريال فوق وتحت زي بعض. عندي فاكتوريال 2n ماينس 1 هيروح مع فاكتوريال 2n ماينس 1 زي ما احنا شايفين، وعندي فاكتوريال n ماينس 1 هيروح مع فاكتوريال n ماينس 1، وعندي كمان n هتروح مع ال n. فيتبقى لي 2n بلس 1 فوق معموله تايمز 2 اللي موجوده جنب ال n، وهتبقى لي تحت n باور 2 بلس 3n بلس 2 اللي هو البرودكت بتاع ال 2 براكتس اللي تحت، والريشيو زي ما هي 3 اوفر 5. طبعا هنعمل ايه؟ برافو، هنعمل كروس مالتيبليكيشن. عملنا كروس مالتيبليكيشن، بقت 5 معموله تايمز 4n بلس 2 ايكوال 3 معموله تايمز n باور 2 بلس 3n بلس 2. هنكسباند هيطلع لي 20n بلس 10 ايكوال 3n سكويرد بلس 9n بلس 6. برضو الايكويشن دي هتوصل في الاخر للكوادراتيك ايكويشن بعد ما نسمبليفاي ونودي السايد الثاني، هنخلي رايت سايد 0 وهنخلي ليفت سايد في 3n باور 2 ماينس، بعد ما نجمع تبقى 11n ماينس 4. كوادراتيك ايكويشن برضه نحلها سواء بالكالكوليتر بمود ايكويشن 3 او نحلها منتلي، فهتطلع لي في الاخر 3n بلس 1 تايمز n ماينس 4. طيب يبقى عندي حلين، يا اما 3n بلس 1 ايكوال 0 يعني n بنيجاتيف 1 اوفر 3 وده ريفيوز، ما فيش n بالنيجاتيف وما فيش n بالفراكشن في الكومبينيشن والبرميتيشن، يا اما n ايكوال 4 وهو ده السولوشن. تمام. طيب احنا كده عملنا سؤال على الكومبينيشن وعملنا سؤال على البرميتيشن، تعالوا نشوف في السؤال اللي بعديه. السؤال اللي بعديه نمبر 3. ده سؤال مهم جدا، بيقول لي بروف ذات، مديني كده فورمولا وبيقول لي ان ان سي ار 2 ان ماينس 1 سي ار ماينس 1، عايز يعمل بروف ان الريشيو بينهم ايكوال ان تو ار. هي دي رول عندنا؟ لا، دي مش رول عندنا. طيب يبقى انا هعمل لها بروف. جميل. بعد كده بيقول لي اند هنس، هنس ده في السؤال لما بيجي لي في السؤال بتاع الكومبينيشن او البرميتيشن، وغالبا بيجي في الكومبينيشن، هنس معناها استخدم البروف اللي انا عملته ده as a rule واحل بيه او اتاكد بيه او ابروف بيه المطلوب اللي بعديه. طيب مبدئيا كده نبدا نعمل بروف ل ان سي ار تو ان ماينس 1 سي ار ماينس 1 هيبقى ايكوال ان اوفر ار. دي طبعا ريشيو، لكن مش الريشيو اللي عندنا. طيب اول حاجه هنفك ال ان سي ار بالرول بتاعتها، وهنفك ال ان ماينس 1 سي ار ماينس 1 بالرول بتاعتها. فاكتوريال اللي فوق على فاكتوريال اللي تحت في فاكتوريال اللي فوق ماينس اللي تحت، فاكتوريال ان على فاكتوريال ار في فاكتوريال n ماينس r. الكلام ده تايمز قلبنا الديفايد تايمز قلبنا الريشيو تايمز، يبقى نيجي نفك اللي بعديها بالمقلوب. يبقى اللي فوق هيبقى اللي هو فاكتوريال n ماينس 1 هيبقى تحت، وفاكتوريال اللي تحت هيبقى فوق اللي هو فاكتوريال r ماينس 1 كمان معمول تايمز فاكتوريال n ماينس 1 ماينس افتح براكت r ماينس 1، يعني في الاخر هتقول الى n ماينس r. طيب هل في عندي 2 فاكتوريال زي بعض؟ انا شايف n ماينس r وn ماينس r يروح مع بعض، بس قبل كده هقدر ان انا اوصل الار ماينس 1 او الار عشان هي كبيره لار ماينس 1، واوصل الان لان ماينس 1 زي ما قلت لك في السؤال اللي فات. هنطلع من الان بره ان بره ويبقى لي جوه ان ماينس 1، وتحت هنطلع ار ويبقى لي ار ماينس 1. فكده بقى عندي ان ماينس 1 كفاكتوريال هتروح مع فاكتوريال ان ماينس 1، وار ماينس 1 كمان هتروح مع ار ماينس 1، وكمان ان ماينس ار هتروح مع ان ماينس ار، فيتبقى لي فوق ان ويتبقى لي تحت ار. فده معناه ان البروف المطلوب وصلنا له اللي هو ان اوفر ار. يعني رول دي كده تعتبر رول اقدر استخدمها دلوقتي في ان انا اعمل بروف للي تحتيه اللي هو بيقول لي 25 سي 4 بلس 24 سي 3 اوفر 24 سي 3 بلس 23 سي 2. عايز يعمل بروف ان الكلام ده ايكوال 58 اوفر 9. طيب دلوقتي يا مستر الموجود في المطلوب ده بلس،
وانا عندي الرول اللي انت مديهالي اوفر ديفايدد، طب اوصلها ازاي؟ طيب واضح ان انا عندي في الرول ان سي ار تو ان ماينس 1 سي ار ماينس 1، يعني ان سي ار واللي بعديه اللي فوق اقل منه ب 1 واللي تحت اقل منه ب 1. يعني انا لو عندي 25 سي 4 محتاجه عشان اطبق الرول دي محتاجه لها 24 سي 3 طبعا عشان يبقى اقل منها ب 1 فوق واقل منها ب 1 تحت، ومحتاجه كمان تبقى اوفر. يبقى انا محتاج اعمل ديفايدد للليفت هاند سايد كله باي ايه؟ باي 24 سي 3. طب ده هيلخبط اللي جاي؟ لا مش هيلخبط حاجه، لان اللي جاي كمان هيتعامل معاك بالرول او هيطلع لي ريشيو الاثنين كومبينيشن زي بعض ايكوال 1. تعال نشوف ده الجيفن او ده اللي مطلوب اللي هو الليفت هاند سايد. طيب هنعمل ديفايدد لكل ده فوق وتحت باي 24 سي 3 زي ما اتفقنا، فهتبقى 25 سي 4 على 24 سي 3 بلس 24 سي 3 على 24 سي 3 اللي هي ب 1 عارفين تحت 24 سي 3 على 24 سي 3 بلس 23 سي 2 على 24 سي 3. طيب في عندي 2 ب 1 اهم فوق وتحت، لكن هعمل ايه في 25 سي 4 على 24 سي 3؟ ما انا لسه قايل لك ان الرول اللي انت اثبتها بتقول ان اوفر ار، والان في حالتنا دي هي 25 والار هي ال 4، يبقى فوق هيطلع لي 25 اوفر 4 بلس 1. اهو بوضح لك باللون الاصفر ده ان ان سي ار تطلع 25 سي 4 فيطلع الاجابه ان على ار يعني 25 على 4 اهي بلس. طبعا ده لما سيمبليفاي ب 1. طب تحت كمان 1. طب اللي تحت هي الرول اللي انت حضرتك مديها لي بس مقلوبه؟ مقلوبه بالظبط. فبدل ما تبقى 23 سي 2 على 24 سي 3 هنقولها من تحت، ناخد الكبير طبعا اللي هو 24 على 3 بس مقلوبه تبقى 3 على 24. خلاص المساله في الاخر تحولت الى ارقام، بالكالكليتر يطلع لي الريشيو بتاعتي ايكوال 58 اوفر 9. ده سؤال تاني مهم على الكومبينيشن. تعال نشوف السؤال نمبر 4. كويستشن نمبر 4 بيقول لي ده طبعا على الباينوميال ثيرم، مديني ريشيو بتوين 3 تيرمز ان ان اكسبانشن. واخد بالك ان الثلاثه تيرمز دولت على فكره تي 5 وتي 6 تو 7 يعني دولت كونسيكتيف تيرمز يعني ورا بعض. واحنا لما يكون عندنا كونسيكتيف تيرمز بنستخدم الريشيو رول عموما. طيب ذا ريشيو بتوين تي 5 وتي 6 وتي 7 ان ذا اكسبانشن 2 اوفر 3 اكس بلس 3 اكس اوفر 2 اول تو ذا باور اوف ان از 20 40 تو 24 تو 11. مطلوب مني اجيب حاجتين الان والاكس. طيب وكمان عايز الفاليو اوف ذا ميدل تيرم اور ذا تو ميدل تيرم. طبعا انا هو مش بيقول لي هو ميدل تيرم واحد ولا اثنين، لان انا اللي هستنتج ده لما اجيب الفاليو اوف ان. احنا عارفين لو الان كانت ايفن هيطلع عندي ميدل تيرم واحد، والباور لو ان لو كان اود يطلع تو ميدل تيرم. فانا لما هجيب الميدل الباور ان هعرف منه هو فيه كام ميدل تيرم. طيب مبدئيا كده استخدم الريشيو رول ازاي وانا عندي ثلاثه؟ الريشيو رول بيكون بتوين تو تيرمز ورا بعض. طيب عندي تي 5 وتي 6، طب ما نستخدم، افكرك الاول بس بالجنرال الريشيو رول بتقول ايه. الريشيو رول بتقول لك تي ار بلس 1 اوفر تي ار ايكوال ان ماينس ار بلس 1 على ار في الثاني على الاولاني، ان ماينس الصغير سمولر بلس 1 اوفر السمولر تايمز سكند اوفر فيرست. جميل. طب انا هاخد تي 7 اوفر تي 6 الاول. طب تي 7 اوفر تي 6 بالترتيب اللي عندك ده هيبقى عندك في الناحيه الثانيه ايكوال 11 على 24. يبقى تي 7 اوفر تي 6 11 اوفر 24. يلا طبق رول معايا. انت قلت لنا يا مستر ان ماينس الصغير بلس 1 على الصغير في الثاني على الاولاني، ان اللي هي ان الصغير 6 بلس 1 اوفر 6 السكند اللي هو 3 اكس اوفر 2 والفيرست اللي هو 2 اوفر 3 اكس. جميل. ايكوال 11 اوفر 24. طب هي اتصعبت شويه؟ لا ما اتصعبتش. انت عندك طبعا لما يكون في فراكشن فوق وفراكشن تحت بنتعامل معاهم ازاي؟ اللي فوق اللي هو 3 اكس اوفر 2 تعمل ديفايدد 2 اوفر 3 اكس، فهي كانه تايمز 3 اكس اوفر 2 تاني، فيبقى 9 اكس سكوير اوفر 4. طب والان ماينس 6 بلس 1 اوفر 6 جمعهم مع بعض جمعناهم طلعوا ان ماينس 5 اوفر 6. الكلام ده ايكوال 11 اوفر 24. الايكويشن دي طبعا لو خدت بالك تحت في 6 تايم 4، 6 تايم 4 ب 24، وفي الرايت سايد فيه كمان 24. طب ما نشيلهم مع بعض ونودي ال 9 بالديفايد، فيبقى ان ماينس 5 معموله تايم اكس باور 2 ايكوال ال 9 راحت بالديفايد تحت ال 11 فتبقى 11 اوفر 9، ودي ايكويشن نمبر 1. نفس اللي عملته في تي 7 والتي 6 هعمله في تي 6 وتي 5 طبعا لان هم كمان كونسيكتيف تيرمز. تي 6 اوفر تي 5 المره دي عندك اهو 6 و 5 ترتيبهم هيديني 24 اوفر 40. يبقى تي 6 اوفر تي 5 ايكوال 24 اوفر 40. طيب هنعمل الرول ان ماينس الصغير بلس 1 على الصغير
ان ماينس 5 بلس 1 على 5 في السكند على الفيرست 3 اكس اوفر 2 على 2 اوفر 3 اكس ايكوال المره دي 24 اوفر 40. نفس اللي عملته هنطلع 3 اكس فوق وننزل 2 تحت فتبقى 9 اكس سكوير ونحسب ال ان ماينس 5 بلس 1 اللي هي تبقى ان ماينس 4 اوفر 5 في 9 اكس سكوير على 4 ايكوال المره دي السمبلست فورم بتاع 24 اوفر 40 ايكوال 3 اوفر 5. طب نكون ايكويشن منها ممكن نشيل ال 5 مع ال 5 ويبقى لي 9 على 4 تروح هناك ب 12 اوفر 9 كده ايكويشن نمبر 2. هعمل فيهم ايه؟ ايكويشن 1 وايكويشن 2 ما بيتحلوش بمود ايكويشن. ليه؟ لانه فيهم اثنين انونز واحد منهم فيرست ديجري والثاني سكند ديجري. واحنا عارفين ان في هذا النوع من الايكويشنز بنعمل ديفايدد لتو ايكويشنز باي بعض عشان نتخلص من الاكس سكوير. فانا هعمل ديفايدنج لتو ايكويشنز 1 و 2 فيطلع لي الاكس سكوير هتروح مع الاكس سكوير زي ما احنا شايفين. هيبقى في فوق ان ماينس 5 وهيبقى في تحت ان ماينس 4. ان ماينس 5 على ان ماينس 4 ايكوال هنعمل ديفايدد لل 11 اوفر 9 على 12 اوفر 9. طبعا 9 تروح مع 9 فيتبقى لي 11 اوفر 12. كروس مالتيبليكيشن زي ما انت عارف توصل للفاليو اوف ان اللي هي هتكون في الاخر ان ايكوال 16. طب لما اجيب الان اجيب الاكس منين؟ سبستيتيوشن في اي واحده سواء 1 او 2 الاثنين هيدوني نفس الحاجه. هنعمل سبستيتيوشن في 1 او 2 فيطلع لي الاكس على طول او يطلع لي اكس باور 2 ب 1 اوفر 9. طبعا اكس بس انا عايز اكس بس اكس باور 2 ب 1 اوفر 9 معناها ان الاكس ايكوال بوزيتيف ونيجاتيف 1 اوفر 3. طب هو ده كان المطلوب؟ هو احنا كده عملنا معظم المطلوب في السؤال. المطلوب الثاني كان عايز الميدل تيرم او التو ميدل تيرمز. طب قول لي الباور ايفن ولا اود؟ باور كام؟ ان 3 ب 16 ايفن يبقى فيه ميدل تيرم واحد. الميدل تيرم بنجيبه ازاي؟ بناخد الباور طالما هو ايفن نعمل ديفايدد باي 2 بلس 1 يديني حاجه اسمها الاوردر بتاع التيرم. يبقى 16 اوفر 2 بلس 1 هيطلع 8 بلس 1 يعني تي 9. يبقى الميدل تيرم هو تي 9. طبعا واقدر اجيب الفاليو بتاعته بسهوله عن طريق الجنرال تيرم. كده احنا خلصنا جزء تاني اللي هو على الباينوميال ونشوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده كويشن نمبر 5 برضه باينوميال. بس انا عملت السؤال ده قبل كده في الباوربوينت القديم اللي فات. بس هو في حاجه زياده عليه شويه. ايه هو ايه الميدل ايه الترم فري اوف اكس؟ ما حضرتك قلت لنا الميدل الترم فري اوف اكس ده عباره عن بنجيب الجنرال ترم وبناخد الباور نحطه بزيرو لانه فري اوف اكس معناه ان الاكس ما فيش عليها حاجه مش موجوده اصلا فالباور بتاعها بزيرو. طيب ايه الجديد بقى؟ الجديد ان انا عندي في ترم بره الاكسبانشن. طب هعمل فيه ايه؟ ولا حاجه انا هتعامل معاه عادي هسيبه بره وهفك الاكسبانشن ده عادي بالجنرال ترم. تعال نشوف هنعمل ايه. الجنرال ترم اولا بيقول لي ان تي ار بلس 1 از رول ايكوال ان سي ار في السكند باور ار في الفيرست باور ان ماينس ار زي ما احنا فاكرين. طيب هعمل ايه في ال 9 اكس باور 5؟ سيبها زي ما هي واكتب جنبها الجنرال ترم 10 عشان الباور 10 يبقى 10 سي ار في السكند اللي هو 2 على اكس سكوير باور ار في الفيرست اللي هو اكس باور 3 على 3 باور 10 ماينس ار. يعني الخطوه الجايه مهمه جدا في الجنرال ترم. اهم خطوه انك تعمل فصل للفاريبلز تفصل النمبرز او الكوفيشنت عن الاكسات. طيب ال 9 اكس باور 5 ماليش دعوه بيه. ال 10 سي ار ده برضه ماليش دعوه بيه ده كده كوفيشنت او رقم. نمسك ال 2 اللي فوق ال 2 دي عليها باور ار اهي وفي 3 عندي كمان تحت بس هي تحت فالباور بتاعها هيبقى العكس الساين فهي 3 باور 10 ماينس ار بس تطلع فوق ب 3 باور 1 اوفر 3 باور 10 ماينس ار يعني زي ما هي. طيب نيجي بقى للاكس. عندي اكس تحت باور 2 وعليها باور ار فهتبقى اكس باور نيجاتيف 2 ار لان الباور تحت هيبقى بالنيجاتيف. طيب وعندي اكس باور 3 وعليها 10 ماينس ار وال 3 تتعمل الباور بيتعمل تايمز الباور 3 تايمز 10 ماينس ار يعني 30 ماينس 3 ار. حلو كل اللي في البراكت قدامك ده كوفيشنت ارقام وكل ما هو بس ما عدا الاكس باور 5 وكل ما هو في الجنب في الناحيه اليمين دي عباره عن اكسات. طب ما نجمع الاكسات. نجمع الاكسات عشان اجمع الاكسات اللي بره هيبقى احنا بنعمل ادنج للباورز اللي جوه زي ما هو اهو زي ما انت شايف اللي بره هيبقى 30 ماينس 2 ار وماينس 3 ار يديني ماينس 5 ار. لسه في عندي اكس كمان باور 5 اعملها كمان معاهم وده تايمز وفي التايمز بنعمل ادنج للباورز يبقى 30 ماينس 5 ار بلس كمان 5 تبقى 35 ماينس 5 ار. كده كل ما هو موجود في البراكت ده كوفيشن والاكس خلاص خلصت بقى عليها باور واحد اسمه 35 ماينس 5 ار. انت قلت لنا ترم فري اوف اكس. الترم فري اوف اكس معناه ان الباور بزيرو والباور عندي اسمه 35 ماينس 5 ار. يبقى 35 ماينس 5 ار ايكوال زيرو. يبقى الار بكام يا شباب؟ ب 7. تمام الار ب 7.
طب لما يبقى الار بي 7 يبقى الترم فري في اكس واي تي كام؟ اتفقنا تي ار بلس 1 يعني تي 7 بلس 1 يعني تي 8. يبقى تي 8 هو الترم الفري اوف اكس، واقدر برضو اجيبه بكل سهوله عن طريق الجنرال ترم اللي قدامي، او اعوض في السمبلست فورم بتاع تي ار بلس 1. طيب تعالوا نشوف اكزامبل نمبر 6. اكزامبل نمبر 6 برضو على الباينوميال ثيرم بيقول لي if the coefficient of x to the power of b and x to the power of c، المره دي مش مديني اي ارقام، الكوفيشنز دي ايكوال، كانوا ايكوال بعض في الاكسبانشن بتاع 1 بلس اكس اول تو ذا باور اوف اي، الباور اسمه ايه، تمام، اكوردنج تو ذا اسيندنج باور اوف اكس، بروف ذات ان الاي ايكوال بي بلس سي. طيب مبدئيا كده انا عايز اجيب الكوفيشنت في اكس باور بي. طب الجنرال ترم، ما انت عارف الجنرال ترم اللي هو تي ار بلس 1 ايكوال ان سي ار في سكند باور ار في فيرست باور ان ماينس ار، بنعيد تاني. طيب يبقى تي ار بلس 1 ايكوال الباور اسمه ايه؟ يبقى اي سي ار في الثاني اسمه اكس في اكس باور ار، الاول بقى 1 وال1 بيتحط عليه اي باور ما بيفرقش معايا بيبقى 1 فما بكتبوش اساسا. يبقى اي سي ار في اكس باور ده كده اسمه جنرال ترم. عشان اجيب بقى الاكس باور بي لازم احط الباور ده بكام؟ بي بي. لما احط الار بي بي فيطلع لي ان الاي سي ار هيبقى اسمه اي سي بي، يبقى الكوفيشنت بتاع الاكس باور بي اسمه اي سي بي، كلام سليم. طيب بالنسبه للكوفيشنت اكس باور سي خلاص هي هي على نفس القياس، هتبقى عباره عن اي سي سي سمول. طب هو قال لي ايه؟ هو قال لي ان الاثنين دول ايكوال بعض، يعني الاي سي بي قد الاي سي سي. طب انا الرول دي كانت استخدمتها قبل كده في الكومبينيشن، بتقول لي لو عندي اثنين كومبينيشنز ايكوال بعض واللي فوق ايكوال اللي فوق، بيبقى دايما اللي تحت ايكوال اللي تحت، او اللي تحت بلس اللي تحت ايكوال اللي فوق. وده معناه، ودي رول قدامك اهي يا جماعه في البابل الاصفر ده، ده معناه ان اللي تحت بيكون ايكوال اللي تحت، او اللي تحت بلس اللي تحت اللي هو بي بلس سي ايكوال ايه، فنوصل للريكوايرد اللي بيقول ان ايه ايكوال بي بلس سي. طيب ده كان سؤال على الباينوميال ثيرم وداخل معاه الكومبانيشن. تعالوا نشوف كويستشن نمبر 7. كويستشن نمبر 7 ده سؤال حلو قوي على الكومبلكس نمبرز، ومعتمد على انهم يديك ارجند دايجرام او ارجند الارجند فيجر يعني. طب الارجند بلين دوت او الارجند دايجرام ده بيقول لك، بيعبر لك عن الفانكشن الزد يعني از ا كومبلكس نمبر مرسوم في جراف. طيب هو من الرسمه كده انا اقدر اشوف، طبعا احنا متفقين ان الارجند دايجرام ده بيكون الاكس اكسس هو بيريبريزنت ريل بارت اوف ذا كومبلكس نمبر، والواي اكسس بيريبريزنت الايماجينري نمبر اوف الكومبلكس نمبر. طيب هو مديني اثنين كومبلكس نمبر، واحد اسمه زد 1 وزد 1 قدامك اهو، حاطط لك عليه 2 ده المودولس اللي هو طوله واللي هو اللينس بتاعه، وحاطط لك الانجل الصغيره بتاعته اللي مع الواي اكسس دي ب 10. بس خد بالك ان الانجل او الامبليتيود او الارجيومنت، الانجل دي بتكون دايما مع البوزيتيف دايركشن اوف اكس اكسس، يعني مش مع الواي اكسس، يعني ال 10 دي مش الانجل الحقيقيه بتاعت الزد 1. الانجل الحقيقيه هي عباره عن الانجل بتوين الزد 1 والبوزيتيف دايركشن اوف اكس اكسس، اللي هي 10 بلس كمان ال 90 اللي قدامك دي، فتبقى عباره عن 100. وبالنسبه للزد 2 ال 4 هو المودولس قدامك اهو، وعامل انجل 20 بس تحت، تحت معناها في يعني في اتجاه الكلوك وايز، وبتبقى الانجل في الكلوك وايز بالنيجاتيف. طب ما تيجي نشوف هنعمل ايه؟ طيب ده معنى كلامي ده، ان انا عندي طبعا افكرك بس برول مهمه جدا، لان المطلوب في السؤال هو طالب مني الزد 2 اوفر زد 1. طب انا لما يكون عندي اثنين كومبلكس نمبر في التريجنومتيك فورم وعاملهم تايمز بعض، بعمل ايه في المودلس؟ بعمل المودلس تايمز. بعمل ايه في الانجل؟ بعمل الانجل بلس. طب لو عندي اثنين، ادي يا جماعه الرول اللي انا كنت بتكلم فيها دلوقتي، لو عندي اثنين كومبلكس نمبر في التريجنومتيك فورم وعاملهم ديفايدد باي بعض، بعمل ايه في المودلس؟ بعمل المودلس ديفايدد باي مودلس عادي، وبعمل الانجلز ماينس بعض، الانجل الاولاني ماينس الانجل الثاني بالترتيب. جميل. طب نتيجه نشوف الاول زد 1 هنجيبه ازاي؟ زد 1 على حسب ارجن دايجرام هو عباره عن 2 افتح براكت كوزاين، احنا اتفقنا الانجل 100 مش 10، 100 بلس اي ساين 100، ما تتخدعش وتاخد ال 10 لان انت عندك الانجل لازم تكون مع البوزيتيف دايركشن اوف اكس اكس. يبقى زد 1 ايكوال 2 كوزاين 100 بلس اي ساين 100. طب زد 2، زد 2 يا شباب 4 اهي، بس الانجل في اتجاه الكلوك وايز فتبقى بالنيجاتيف، وهي 20 تبقى نيجاتيف 20، فيبقى ال 4 زد 2 ايكوال 4 كوزاين نيجاتيف 20 بلس اي ساين نيجاتيف 20، كلام سليم. طالب مني ايه؟ لو طالب تايمز هعمل تايمز، طالب ديفايد هعمل ديفايد. هو طالب مني زد 2 اوفر زد 1 في الالجبريك فورم، زد 2 الاول، خلي بالك الترتيب مهم. زد 2 اللي هو 4
كوزاين نيجاتيف 20 اوفر اي ساين 20 هيبقى اوفر 4 اوفر 2 المودلس اوفر المودلس، والانجل ماينس الانجل. انهي انجل الاول؟ احنا قلنا زد تو الاول، زد تو اللي هي نيجاتيف 20 تبقى نيجاتيف 20 ماينس الانجل الثانيه اللي هي 100، فتبقى 4 اوفر 2 كوزاين نيجاتيف 20 ماينس 100 بلس اي ساين نيجاتيف 20 ماينس 100. طيب 4 اوفر 2 ب 2 سليم، والانجل ماينس بعض تطلع نيجاتيف 120. خلاص عندك في التريجنومتريك فورم مكتوبه 2 كوزاين نيجاتيف 120 بلس اي ساين 120، اقدر احولها الجبريك فورم بسهوله جدا بان انا احسب كوزاين نيجاتيف 120 بكام واحسب ساين نيجاتيف 120 بكام. طبعا النيجاتيف 120 ايكويفالنت ل 240، فتبقى كوزاين 240 بنيجاتيف هاف معموله تايمز 2، وساين نيجاتيف ساين 240 كمان بنيجاتيف بس نيجاتيف روت 3 اوفر 2 2 تايم نيجاتيف هاف ماينس روت 3 اوفر 2 اي هتبقى ايكوال نيجاتيف 1 ماينس روت 3 اي، وده كده الكومبلكس نمبر المطلوب في الالجبريك فورم. ده كان سؤال حلو جدا على الكومبلكس نمبر. تعال نشوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده كويستشن نمبر 8. برضه سؤال على الكومبلكس نمبر وبرضه مهم. هو السؤال بيقول لي هات لي مديك الزد، والزد عباره عن 2 كوزاين 90 بلس اي ساين 90، يعني كومبلكس نمبر مكتوب في التريجنومتريك فورم. مطلوب مني حضرتك مطلوب مني اجيب زد باور 3 اوفر 2. انا اول مره اتكلم منك كده، انا في الفيجن اللي فات كنا عملنا زد باور هاف او زد باور 1 اوفر 3 كيوبيك روت يعني او سكوير روت او كده، لكن هنا المره دي زد باور 3 اوفر 2. طب انا هعمل فيها ايه 3 اوفر 2؟ هفكرك الاول احنا ايه معنى كلمه الباور فراكشن. طبعا احنا عندنا رول بتقول لو زد باور ام اوفر ان اقدر اقول ان هي زد باور ام ومعموله باور تاني ل 1 اوفر ان، لان باور باور بتعمل تايمز. فانا هتعامل مع هذا السؤال على بهذه الرول. طيب السؤال الرول اللي بعديها بتقول لي، طبعا خليك فاكر كويس جدا ان الباور على الكومبلكس نمبر في التريجنومتريك فورم بينزل على المودلس ويتعمل تايمز الامبليتيود. يعني زد باور ام ايكوال ار باور ام في كوزاين ام ثيتا بلس اي ساين ام ثيتا. جميل. ايه كمان مهم نعرفه؟ دي موافري ثيرم. زد باور 1 اوفر كي يعني باور فراكشن اللي هنتكلم عليه من شويه ايكوال ار باور 1 اوفر كي بلس، يعني بننزل الباور على ار عادي على المودلس عادي، لكن الانجل بتتعمل بقى ثيتا بلس 2 ان باي اوفر كي وكوزاين وساين. بس خد بالك من حاجه، الكي دي بتاخد فاليوز على قد، لو انت عايز سكوير روت تاخد 2 فاليوز، كيبيك روت تاخد 3 على قد عدد ايه؟ على قد عدد الروتس بتاعت الايكويشن. طيب نبدا. هو هقسمها لزد باور 3 الاول، هجيب زد باور 3 وبعد كده هجيب اللي يطلع منه، هيطلع هجيب له الباور 1 اوفر 2. زد باور 3 ايكوال هنحط الباور على 2 ونعمل الباور تايمز الانجل، فتبقى زد باور 3 ايكوال 2 باور 3 في كوزاين 90 تايم 3 بلس اي ساين 90 تايم 3. جميل. ال 2 باور 3 اللي هي كام يا شباب؟ ال 2 باور 3 اللي هي 8 و 90 تايم 3 اللي هي 270. كده انا جبت زد باور 3. انا عاوز زد باور 3 اوفر 2، فهعمل كل ده باور 1 اوفر 2. هنعمل كل ده باور 1 اوفر 2. عملنا كل ده باور 1 اوفر 2. طب ال 8 باور 1 اوفر 2 بكام؟ ال 8 باور 1 اوفر 2 ب 8 باور هاف في كوزاين. اتفقت انا وانت دلوقتي في الرول قدامك اهي 270 بلس 2 ان باي على 2 بلس اي ساين 270 بلس 2 ان باي اوفر 2. طيب انا عندي كده كام فاليو؟ كام روت؟ ده باور هاف، يبقى 2 سكوير روتس. ال 2 سكوير روتس دولت كنت بحط مره ال ان ب 0 ومره ال ان ب 1 او اي تو فاليوز ورا بعض. هتحط الان بزيرو، فتبقى اول روت اسمه زد باور 3 اوفر 2 ايكوال طبعا 8 باور هاف ب 2 روت 2، وهنحط الان بزيرو فتبقى 270 بلس 0 اوفر 2 اللي هي 135 بلس اي ساين 135، ونحولها الجبريك بسهوله زي السؤال اللي فات، فتبقى نيجاتيف 2 بلس 2 اي. وهنحط الان بعد كده ب 1، او زي ما قلت لك لو عايز 2 سكوير روتس بعد ما نجيب اول روت بنأد 180 على الانجل على طول، فتطلع لي الروت الثاني. طيب ان ايكوال 1 هنعوض بان ب 1 فيطلع لي الانجل 315 ونحولها للجبريك، فهتطلع الروت الثاني ايكوال 2 ماينس 2 اي، فكده بقى عندي 2 روتس بتوع الايكويشن. ده كان سؤال برضو مهم على الكومبلكس نمبر. طيب نشوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده نمبر 9. الجزء الثاني من الدرس بتاع الكومبلكس نمبر اللي هو الاوميجا. طبعا الاوميجا درس مهم جدا، وانا اتفقت معاك قبل كده ان في شويه رولز مهمه جدا لازم نحفظها عن الاوميجا. اوميجا بلس اوميجا سكوير بلس 1 ايكوال 0، اي اثنين منهم بلس بعض ايكوال نيجاتيف الثالث، 1 على اوميجا سكوير ايكوال اوميجا، 1 على اوميجا ايكوال اوميجا سكوير، واوميجا باور 3 ايكوال 1، واوميجا باور 3 ان بلس 1 ايكوال
اوميجا اند سو اون. تعالوا نشوف الرولز مع بعض. الرولز قدامك يا جماعه هتظهر دلوقتي حالا. اولا بس في حاجه اقول لك عليها، بالنسبه لما يكون عندي فراكشن بلس فراكشن، انت عارف طبعا بنعملهم ادنج ازاي. طبعا انت لو هم اساسا نمبرز بتعملهم ادنج بالكالكوليتر، لكن لو هم فاريبلز بنعمل ايه؟ a over b plus c over d equal، بنعمل تايمز للدينومينيتورز فتبقى bd، وبنعمل كروس فتبقى ad plus bc. بفكرك برول قديمه جدا. ايه كمان محتاجين نعرفه؟ تعال نعمل الكلام ده الاول. طيب في تحت عندك 1 minus 2 w هنعملها تايمز 1 minus 2 او 1 minus 2 اوميجا هنعملها تايمز 1 minus 2 اوميجا سكوير. يبقى اللي تحت تايمز بعض. وال1 تايمز ال1 minus 2 اوميجا سكوير. وال1 تايمز ال1 minus 2 اوميجا بينهم بلس. جميل. كده انا عندي فراكشن. طيب اسمبليفاي ازاي؟ عادي جدا. اللي فوق هجمعه مع بعض واللي تحت اعمله تايمز بعض. طيب تعالى نعمل كده، اللي فوق الاول 1 زي ما هي جنبها 1 ثانيه. وعندي بقى لي نيجاتيف 2 اوميجا سكوير ونيجاتيف 2 اوميجا. حلو. تحت بقى تايمز 1 تايم 1 ب 1، 1 تايم نيجاتيف 2 اوميجا سكوير بنيجاتيف 2 اوميجا سكوير، نيجاتيف 2 اوميجا تايم 1 بنيجاتيف 2 اوميجا، نيجاتيف 2 اوميجا تايمز نيجاتيف 2 اوميجا سكوير ببوزيتيف 4 اوميجا باور 3. ما تنساش ان الاوميجا باور 3 ب 1. طيب نجمع اللي فوق 1 بلس 1 ب 2. طب نيجاتيف 2 اوميجا ماينس 2 اوميجا سكوير، تعالى افتكر بقى، مش احنا عندنا يا جماعه اوميجا بلس اوميجا سكوير بلس 1 ايكوال 0. طيب كي اوميجا بلس كي اوميجا سكوير بلس كي ايكوال 0، اي كونستانت معمول تايمز الريليشن دي ايكوال 0. وهاخد اي اثنين منهم بلس بعض ايكوال الثالث او التالي، يعني نيجاتيف اي اوميجا ماينس اي اوميجا سكوير هيبقى ايكوال اي، وهكذا. دول هم الثلاثة رولز المهمين جدا عندنا. طب ما تيجي نشوف كده معنى الكلام ده، ان نيجاتيف 2 اوميجا ماينس 2 اوميجا سكوير يدي كام؟ يدي الثالث بعكس الساين اللي هو بوزيتيف 2. يبقى فوق في 1 بلس 1 بلس 2. طب تحت، تحت ال 1 زي ما هي، وال 4 اوميجا باور 3 الاوميجا باور 3 يا جماعه ب 1 فكانها مش موجوده فتبقى 1 بلس 4. طب ونيجاتيف 2 اوميجا سكوير ماينس 2 اوميجا لسه قايلين من شويه ببوزيتيف 2. ففوق بقى 2 ماينس 2 اوميجا ماينس 2 اوميجا سكوير، وتحت بقى 1 ماينس 2 اوميجا سكوير ماينس 2 اوميجا بلس ال 4. تعالى بقى نجمع، يبقى قلنا اللي فوق 2 واللي تحت 2، يبقى 2 بلس 2 اوفر 1 بلس 2 بلس 4. فالمجموع اللي فوق ايكوال 2 بلس 2 4، والسم بتاع اللي تحت ايكوال 7، فتطلع في الاخر 4 اوفر 7. دي كانت معتمده يعني بشكل كبير على ازاي تعمل ادنج لتو فراكشنز، يعني كان هيبقى صعب انها تتحل لو انت ما عندكش فكره ان ازاي تعمل ادنج لتو فراكشنز. مهم جدا يا جماعه المهارات الاساسيه بتاعتك. طب كويستشن نمبر 10. كويستشن نمبر 10 برضو على الكومبلكس نمبر، وسؤال مش تقليدي شويه، بيقول لي بروف ذات ان اكس ايكوال نيجاتيف، يعني هو عايز يبروف ان الاكس دي اللي قدامك اللي هي نيجاتيف 1 بلس روت نيجاتيف 3 اوفر 2 از وان اوف ذا روتس اوف ذا ايكويشن اكس باور 10 بلس اكس باور 5 بلس 1 ايكوال 0. طبعا الروت اللي قدامك ده اللي هو مطلوب اثبت ان هو روت، في سكوير روت نيجاتيف 3. يعني ايه سكوير روت نيجاتيف 3؟ اتفقنا ده كومبلكس نمبر. روت نيجاتيف 3 يعني روت 3i، يعني في الاخر ده عباره عن نيجاتيف 1 بلس روت 3i اوفر 2. ما يفكركش بحاجه، خد بالك ما تنساش نيجاتيف 1 بلس روت 3i اوفر 2 دوت هو الاوميجا او الاوميجا سكوير، لان احنا قلنا بكده الاوميجا والاوميجا سكوير ممكن تختار فيهم اي واحد فيهم. نيجاتيف هاف بلس روت 3 اوفر 2i ده الاوميجا او الاوميجا سكوير، ولو خدت الاوميجا نيجاتيف هاف بلس روت 3 اوفر 2i تاخد الاوميجا سكوير نيجاتيف i ماينس روت 3 اوفر 2i. طب ما تيجي نشوف كده الاوميجا اهي بالظبط الديفينيشن بتاعها او الروت بتاعتها، هي عباره عن از ا نمبر يعني نيجاتيف 1 اوفر 2 بلس روت 3 اوفر 2i، او نيجاتيف 1 بلس روت 3 روت نيجاتيف 3 اوفر 2، لان الاي دي طبعا اللي هي روت 3i هي نفسها روت نيجاتيف 3. والاوميجا سكوير نفس الكلام. معنى الكلام ده ان الاكس اللي قدامك دي ممكن تبقى اوميجا وممكن تبقى اوميجا سكوير. طب هاخدها مرتين، هاخدها ان هي مره اوميجا ومره اوميجا سكوير. طب بعمل ايه؟ انت عارف عشان ده يبقى روت للايكويشن لازم تعمل السبستيتيوشن بالروت ده في الايكويشن عشان يساتسفاي الايكويشن. يساتسفاي يعني يخليه ايكوال 0 زي ما هي قدامك. فاكس باور 10 بلس اكس باور 5 بلس 1 ايكوال 0، هنعمل مره الاكس باوميجا ومره الاكس باوميجا سكوير. حط الاكس باوميجا كده تبقى اوميجا باور كام؟ 10 بلس اوميجا باور 5 بلس 1. هل يبقى ده بزيرو؟ مش عارف. تعال نشوف اوميجا باور 10، اتفقنا الاوميجا باور 10 دي عباره عن اوميجا باور 10 ده مش ديفيزبل باي 3. لو ديفيزبل باي 3 يبقى اوميجا بتطلع في الاخر ايكوال 1. طب لو هو 10 دي مش ديفيزبل باي 3 بس اكبر من الرقم اللي ديفيزبل باي 3 ب 1 تطلع اوميجا بس. طب اكبر من النمبر اللي ديفيزبل باي 3 ب 2 يطلع اوميجا سكوير. عشان كده هفكرك بالرول دي، اوميجا باور 3 ان ب 1، اوميجا باور 3 ان بلس 1 باوميجا، اوميجا باور 3 ان بلس 2
باوميجا سكوير، فال10 دي اكبر من ال9 ب1 فتديني اوميجا بس، وال5 اكبر من 3 ب2 فتديني اوميجا سكوير، فتبقى اوميجا بلس اوميجا سكوير وال1 زي ما هي ايكوال دي رول يا جماعه ايكوال 0، كلام سليم. طب لو خدنا الاوميجا سكوير هي الاكس وعوضنا في الاكسبانشن في الرول يعني اللي اكس باور 10 بلس اكس باور 5 بلس 1 ايكوال 0، نعوض اكس باور 10 يعني اوميجا باور 2 باور 10 يعني اوميجا باور 20، اكس باور 5 باور 2 يعني اوميجا باور 10 وال1 زي ما هي. طيب ال20 دي الرقم الاصغر رقم ديفيزبل باي 3 قبلها هو ال18، يبقى هي اكبر من 18 ب 2 تديني اوميجا باور 2، يبقى الاوميجا باور 20 باوميجا باور 2، والاوميجا باور 10 قلناها من شويه باوميجا باور 9 بلس 1 يعني اوميجا، وال1 زي ما هي برضو طلع لي اوميجا سكوير بلس اوميجا بلس 1 اللي هي ايكوال 0، يعني الاثنين ايكوال للرايت هاند سايد. كده احنا عملنا بروف ان الروت دوت او النمبر ده اللي هو اكس ده هو عباره عن روت للايكويجن اكس باور 10 بلس اكس باور 5 بلس 1 ايكوال 0. طيب تعالوا نشوف اكزامبل نمبر 11، نشوف على ايه. دخلنا بقى في الديترمينانت. طبعا الديترمينانت ده من الحاجات المهمه جدا في المنهج واللي بتبقى عندنا بنبذل فيها مجهود شويه واحنا بنحل السؤال، بس احنا محتاجين نفكر مش اكتر. يعني هو بيقول لي without expanding، من غير expanding عايز يعمل بروف ان الديترمينانت ده ايكوال 0. طيب without expanding عشان نثبت ان الديترمينانت ده ب 0، طبعا انا عندي هنا لو بصيت كويس بعينيا في الروت هلاقي او في الـ في الـ في المودلس اللي قدامي او 3 ساين سكوير اكس و1 و3 كوزاين سكوير اكس. طيب 3 ساين سكوير اكس و3 كوزاين سكوير اكس دول بيفكروك بايه؟ كنا عندنا رول بتقول ان ساين سكوير بس كوزاين سكوير ب1، فانا لو عملت ادنج للكولوم نمبر 1 والكولوم نمبر 3 هوصل ل 3 ساين سكوير بلس 3 كوزاين سكوير اللي هي ممكن تكون 3 تايمز 1 يعني. فنعمل ادنج لكولوم 1 بلس كولوم 3 او كولوم 3 بلس كولوم 1 ونحط الريزلت في كولوم 1. عملنا ادنج بقى 3 ساين سكوير اكس بلس 3 كوزاين سكوير اكس، ونفس الكلام تحت واي ونفس الكلام زد، وال2 كولمز اللي هم 2 و 3 زي ما هم ما جيناش ناحيته. طيب خدت بالك من حاجه؟ ان 3 ساين سكوير اكس بلس 3 كوزاين سكوير اكس دي ب 3. ما هو خد بالك، ما هو ساين سكوير اكس بلس كوزاين سكوير اكس ب 1، 2 ساين سكوير اكس بلس 2 كوزاين سكوير اكس ب 2، 3 ساين سكوير اكس بلس 3 كوزاين سكوير اكس ب 3. فبقى عندي الليفت دوت او الاول كولم 3 ونيجاتيف 3 و 3 جنبيه 1 ونيجاتيف 1 و 1. طب ما انا اقدر اخد 3 كومن فاكتور لو خدت بالك. طب ما ناخد 3 كومن فاكتور كده. اخدنا 3 كومن فاكتور بقى لي ايه؟ 1 نيجاتيف 1 1 1 نيجاتيف 1 1 3 كوزاين سكوير اكس نيجاتيف 3 كوزاين سكوير واي 3 كوزاين سكوير زد. ما يفرقش معايا كولوم 3 في حاجه، واضح ان كولوم 1 وكولوم 2 ايكوال. وانا قلت قبل كده ان لو التو كولومز موجودين في ديترمينانت واحد ايكوال بعض، ده معناه ان الفاليو اوف ذيس ديترمينانت ايكوال، تمام يا شباب، ايكوال 0. وكده عملنا بروف للديترمينانت. طيب كده احنا يا جماعه عملنا برضو اكبر جزء برضو من يعني تقريبا عملنا كفرنج للالجبرا كلها وعملنا سوليد قبل كده. ان شاء الله هيبقى في ريفيجنز ثانيه عن الكالكولس المره الجايه ان شاء الله، وبرضو الداينامكس والاستاتكس هنكمل ريفيجن عليهم. عايزين نبقى جاهزين وبنحل امتحانات ان شاء الله ومستعدين، وما نقلقش، والفتره الجايه كافيه جدا ان احنا نعمل ريفيجن. وان شاء الله اشوفكم على خير في حلقه ثانيه، وربنا يوفقكم باذن الله. شكرا.